كيزيدوا ساعه كينقصوا ساعه ماشي المهم ماشي مكاينش مشكل ما كاينش غرام ديال المشكل فهمتي حنا دابا تعودنا على هذه القضيه نقص ساعه زيد ساعه ماشي مشكل دابا المشكل اللي كاين هو ذوك الدراري الصغار دابا دا المدرسه هذا هو المشكل اللي عندهم الدراري الصغار كيفيقوا شويه بكري كدا هذيك السوعه بالنسبه للدراري الصغار المدرسه كيتكرفصوا شويه الوالدات الله يسمح لنا من الوالدات وصافي فداك فيق بكري وراك عارف وصافي اما بالنسبه لساعه بالنسبه للخدامه ما تنظن ما مسوقينش المغاربه المغاربه خاصهم غير الفلوس صراحه فهمتي خاصهم واخا يزيدوا ساعه واخا يزيدوا حتى نهار خاصهم غير الفلوس حنا ولفنا الساعه العاديه اللي كتكون اللي جات من التاريخ اصلا فهمتي ما تزادتش من شي تدخل انساني ولا شي حاجه عندنا عندنا واحد 24 ساعه خاصنا نمشيو عليها تقريبا هذا هو الانطباع ديالي الشيء اللي انا كبرت عليه كبرنا على 24 ساعه من ضابطه اما ملي كتزيد ساعه كيتخربق شحال من البروغرامات ديال بنادم شحال من حاجه كتخربق ليه في حياته فاحنا ضد هذه الحاجه ديال زياده الساعه الساعه كما هي احسن لينا احنا مع الساعه العاديه حيت ولفنا عليها احنا مني زدنا وحنا تنعقلوا على الساعه القديمه خاصنا ما نكونوش بحال الشكل ديال الغرب اللي ديما هما كيبدلوا الساعه خاصنا نكونوا حنا على الساعه اللي ولفنا عليها والساعه القديمه الساعة فيها البركة فيها بزاف د الحوايج من الأحسن يبقاو في هاد الساعة أخويا فهمت هاد الساعة هي اللي زعما هي اللي كنمشي بها في الأيامات العادية وتا في أي واحد كيبغي يصلي ولا شي حاجة ولا كيكون غادي للخدمة الصباح ولا أي حاجة يعني من الأحسن هاد الساعة مزيانة الساعة هادي ولفناها صراحة هي ساعة مزيانة من الأحسن يكونوا يخليوها وينقصوا من هاديك زيد ساعة نقص ساعة يشوفوا شي حاجة أخرى يشوفوا يشوفوا الجديد إن شاء الله كنا بغينا نقول عواشر مباركه كاع المغاربه والله يصاوب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس